يعتبر دبس السكري أحد أثر أشكال استهلاك العنب شيوعاً، والذي تم استخدامه للأغراض الطبية لعدة قرون. يوفر دبس العنب المحضر بشكل طبيعي فوائد لا تصدق لجسمنا بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليه. إنه مفيد للعديد من الأمراض عند تناوله على فترات منتظمة كمكمل غذائي. ما هي فوائد دبس العنب؟ كم ومتى وكيف تستهلك؟ دعونا نفحص معا. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال إلى المزايا. نحن هنا كل يوم مع هذا الفيديو الإعلامي. ما هي فوائد تناول ملعقة صغيرة من دبس العنب في اليوم؟ نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يعتبر دبس العنب من مضادات الأكسدة الفعالة جدا والقوية. يحارب البكتيريا الضارة المسببة للأمراض وخاصة في الجهاز التنفسي. مع تجمعه المركب الغني يكون بجوار أجسامنا خلال الفترات التي يكون فيها جهاز المناعة منخفضا. يمكن أن يخفف السعال الجافة في وقت قصير. يمكن استخدامه بسهولة لتقليل السعال الحاد وتهيج الحلق. في نفس الوقت يعتبر دبس العنب علاجا طبيعيا لأمراض الجهاز الهضمي. حمض الغالي الذي يحتوي عليه يحسن الجراثيم المعوية، يوازن مستوى الحمض في المعدة ويقلل من التورم، يدعم إفراز العصارات الهضمية بأنسجتها الليفية، وهو فعال بشكل خاص في علاج الاضطرابات المعوية مثل الطفيليات المعوية. تعمل الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة فيه على تحسين جميع أنشطة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء. من ناحية أخرى يعتبر مصدرا غذائيا مفيدا لفقر الدم عن طريق زيادة إنتاج الدم نظرا لمحتواه من الحديد الذي يسهل امتصاصه في الجسم. من خلال منع مشاكل فقر الدم فإنه يقلل من وتيرة التعب المزمن والضعف الذي تسببه والدته. نظرا لتأثيره المضاد الحيوي فإنه ينظف الدم ويحسن وظائف الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالمرور عبر أنسجة الأوعية الدموية بسهولة أكبر. دبس العنب من أجل أنسجة عظمية أثر صحة. كمية الكالسيوم في محتواها تدعم تقوية وحماية أنسجة العظام. بالإضافة إلى ذلك، مع احتوائه على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، فإنه يضمن ليس فقط الكالسيوم ولكن أيضا الكالسيوم والفوسفور من الأطعمة التي يمتصها الجسم بجودة أفضل. هذا يساعد بشكل مباشر في تقليل مشاكل العظام، يخفف آلام المفاصل والأنسجة الناتجة عن تلف العظام. علاوة على ذلك، هذه المغذيات لها خصائص ترميم الخلايا بفضل المكونات ومضادات الأكسدة التي تحتويها. من الممكن القول أن دبس العنب عنصر غذائي مهم للغاية لوظائف دماغ الجهاز العصبي. أظهرت الدراسات أن تناول ملعقة من دبس العنب على فترات منتظمة فعالة جدا في منع تشتيت الدماغ وتقليل الإجهاد الخلوي خاصة في الهيكل العصبي. بفضل مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم فهو يحمي الأوعية الدموية إلى الدماغ ويمنع اضطرابات الدورة الدموية أثناء الإجهاد. هذا يقلل من خطر النشاط العقلي السلبي قصير المدى مثل الاكتئاب والقلق، كما أنه يساعد على التئام الجروح والالتهابات بسرعة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا. فيتامين إي الذي يحتويه فعال للغاية في تجديد خلايا الجلد وبالتالي يمنع الأمراض الجلدية. من ناحية أخرى، من المهم جدا لصحة الهرمونات وتوازنها لدى كل من الرجال والنساء. يتطلب الأمر مسؤوليات مهمة للغاية للحفاظ على مستويات الهرمون في مستويات صحية وحماية هيكل أعضائنا بالكامل. إذن هل هناك أضرار لدبس العنب؟ كم وكيف ووقت يجب أن تستهلك؟ من يجب أن يكون شديد الحذر أثناء تناول الطعام؟ بادئ ذي بدأ عندما يتم استهلاكه كثيرا مع الألياف الكثيفة التي يحتوي عليها، فإنه يتسبب في عمل الأمعاء أكثر من اللازم. يمكن أن يكون لهذا
آثار سلبية على الجهاز الهضمي بأكمل. يمكن أن يسبب استهلاك أثر من المطلوب لدبس العنب مشاكل مثل الغثيان والصداع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر دبس السكر فوائد لا تصدق لجسمنا بمكوناته العديدة، ومع ذلك يمكن أن يسبب مشاكل في الوزن بسبب محتواه الغني. وفي نفس الوقت يجب على مرضى السكر توخي الحذر والحذر عند تناول دبس العنب لاحتوائه على السكر. من ناحية أخرى، يستخدم عالم طب اليوم مستخلص العنب لصنع الدواء، لذلك يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية. على وجه الخصوص يجب على الشخص الذي يستخدم ممنوعات الدم استشارة طبيبه قبل تناول دبس الخروج. إذن كم يجب أن يستهلك دبس العنب؟ قرر الخبراء أن ملعقة من دبس السكر يجب أن تستهلك 2 إلى 3 أيام في الأسبوع بشكل مثالي للأفراد الأصحاء. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة دبس العنب إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابقى على ما يرام، ابقى على اطلاع.